السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة هشام شانيل. الفيديو ديال خوتي حلقة اليوم عن موضوع ديال معلقة ديال السنبلة. هو الموضوع ديالنا هو اليوم. ما تنساوش خوتي تدعمونا بلي لايك وسبسكرايب ولي كومونتير، ودعموا القناة ديالنا خوتي باش ديما نبقى نفيدكم بالجديد ان شاء الله. خوتي نطرقوا هذا الموضوع اللي ما نطولش فيه بزاف، غير عندكم واحد خلاصه حول هذا الموضوع. هذا اللي شفنا ان كاين واحد الجا في يوتيوب والناس تداول اللي عنده المعلقه اللي هي هذه خوتي فيها السبولي، هذه مرسومه فيها هي ان السبولي هذه. هذه المعلقه كانت تصنعها دولة اليابان في واحد الحقبه زمنيه، ولقاو بان هذه المعلقه مصنوعه من الفضه وانها تحتوي على واحد الماده اللي هي تتخلي المعلقه باش ما تصداش. هذا هو مفهوم الشيء ديال المعلقه هذه. تنشوفوا بعض الناس تحدث اللي لقاش اللي عنده هذه المعلقه هذه غادي يتنال واحد المبلغ مالي عالي. داكشي اخوتي ما دجا اعلاميه وصافي، راه ما كاين لا فلوس لا والو. المهم هذا هو الشيء اللي بغيت نقول لكم، بغيت نوصل لكم هذه الفكره هذه بلي ان هذا الموضوع راه ما منو والو اخوتي بتاتا. حيت ان هاد المعالقه دو تلقاهم في المطابخ المغربيه عند الامهات ديالنا اللي شي كانوا شراهم في القديم الزمان، وكانوا شراهم فاش كنا حنا صغار وداكشي. المهم خوتي بعجالة ان هاد المعالق ما منهم لا ارباح لا والو، غير الناس باغي يديروا البوز باش يبقاو نشروا الفيديو ديالهم في يوتيوب وطلعوا المشاهدة. وهادشي اللي كاين اخوتي. ما تنساوش خوتي تدعمونا بلي لايك وسبسكرايب ولي كومونتير، وباش ديما نبقى نفيدكم اخوتي بلاتي ان شاء الله في القناه ديالنا ان تتسرق عليها بزاف المواضيع اخوتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.